أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومختلفة ومهمة جدا من الموسم الثاني لبرنامجكم بدون سابق إنذار. خلوني أرحب بزميلتي وأختي نيرة النحتة. أهلا بك يا نيرة. أهلا بك يا ندى وبالسادة المشاهدين. النهاردة الحلقة الأولى من الموسم الجديد، والحلقة النهاردة طبعا غير كل مرة، لأن طبعا غيرنا كل حاجة عشان نقدر نتواصل معاكم أكتر. وكل سنة والسادة المشاهدين بخير، ويا رب تكون سنة خير وسعادة على الأمة العربية. كل سنة وانت طيبة يا ندى. كل سنة وانت طيبة يا نيرة، وكل سنة والسادة المشاهدين كلهم بألف خير، ويا رب يكونوا دايما مبسوطين ومحققين كل اللي نفسهم فيه، ويكونوا حققوا فعلا نفسهم فيه. بس أهم حاجة تحطوا هدفكم قدام عينيكم وبينوا للناس كلها انكم صح. طبعا يا ندى، وقد ايه طبعا المفروض يكون الواحد عنده هدف عشان يقدر يوصل له. وطبعا السنة دي كانت سنة استثنائية عن السنين اللي فاتت كلها، مش في مصر بس، لا في العالم كله. ايوه طبعا يا نيرة، وكمان خلينا نتكلم وندخل في رأس السنة. وقضيتيه فين بقى رأس السنة؟ قضيتي طبعا السؤال ده يا ندى كل الناس، مش انا بس، كلنا قضيناه في البيت. وحابة بقى نتكلم بقى مع بعض شوية. طبعا السنة دي كانت حالة استثنائية جدا عن كل السنين اللي فاتت، وطبعا مش في مصر بس، لا في العالم كله، ده بسبب فيروس كورونا اللي حرمنا من حاجات كتير، ومنها منعنا من احتفالات رأس السنة السنة دي زي المعتاد علينا، ان احنا كلنا بننزل ونخرج في رأس السنة، وطبعا بنحتفل مع قرايبنا. وان شاء الله يا رب تكون سنة تعويض كده عن كل الصعاب اللي مرينا بيها، وحتى على المستوى الشخصي او الاجتماعي ان شاء الله. يا رب يا ندى. واكيد طبعا مش هننسى سلبيات وايجابيات كورونا. طبعا طبعا من ايجابيات كورونا ان احنا قعدنا في البيت وقربنا من اهلنا اكتر، وكمان اكتشفنا نفسنا اكتر ومواهبنا. حتى اهلنا عرفوا الحاجات اللي هم ما كانوش يعرفوها اصلا، يعني اهلنا اكتشفوا فينا حاجات هم ما كانوش يعرفوها، واحنا اكتشفنا في نفسنا اصلا حاجات احنا ما كناش نعرفها، وحققنا هدفنا، شفنا حاجات احنا عاوزين نعملها ووصلنا لها فعلا. فعلا شفنا حاجات ما كناش قادرين ان احنا نوصل لها، بس الحمد لله بإرادة ربنا ووصلنا لها. وكمان يا ندى الأول مرة ربنا يجمع ان كلنا نقعد في البيت مرة واحدة. اكيد ربنا ورا الحكمة دي، طبعا حكمة من ورا، يعني وراها حكمة. واحتفال رأس السنة يا نيرة كان على الكوبري الجديد برضو، كان السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا كانت حاجة مبهجة قوي، صور حلوة قوي 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 على السوشيال ميديا، وقد ايه الناس كانوا مبسوطين جدا وقد ايه كانوا فرحانين. بس برضو الناس اللي نزلت اللي احتفلت بالظبط قد ايه، كان بصراحه حاجه مؤثره، ويعني بتحزن الشعب كله ان قد ايه بعد الوعي ده كله والحملات التوعيه اللي احنا عملناها، وقاعدين نقول خليكم في بيوتكم عشان اللي احنا فيه، وناس كتيره قوي قوي ماتت بسبب الفيروس، وكمان بيعرضوا نفسهم للخطر وكمان اهلهم. بالظبط. فقد ايه يعني احنا مش عارفين نعمل ايه تاني. وعشان كده يا نيرة فكرتنا النهاردة هتبقى ملخص، او بمعنى اصح حصاد لاحداث للاحداث دي على المستوى الرياضي والاجتماعي. لا ومش بس كده يا ندى، لا كمان في على المستوى الصحي والمستوى الفني لسنة 2020. بس قبل ما نتكلم في اي حاجة خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. استنونا. ورجعنا لكم تاني. هيا نيرة هنبدأ بإيه؟ خلينا نبدأ بقى يا ندى النهاردة بالرياضي، الخبر الرياضي طبعا كلها حاجات حلوة ومشرفة. أول خبر رياضي لازم يكون معانا، وهو فوز الزمالك بالسوبرين والأهلي بالدوري وكأس إفريقيا وكأس مصر، وسرقة كأس إفريقيا من مصر. وكمان معانا بيج رامي يحصل على لقب مستر أولمبيا لعام 2020 بفئة بودي بلندنج للوزن المفتوح. مبروك طبعا، ده طبعا نموذج مثالي جدا لكل الشباب انهم يتحدوا الصعوبات اللي في حياتهم لحد ما يوصلوا لهدفهم الحقيقي. وكمان معانا يا نيرة محمد سامي اللي فاز بجائزة افضل لاعب افريقي لعام 2020، وهو اول سباح افريقي يفوز بالجائزة دي، وده طبعا مثال مشرف جدا. طبعا يا ندى. وكمان يا ندى معانا محمد مجدي حمزة يحقق رمية 21.29% ويتأهل لمنافسات رمي الجلة بأولمبياد طوكيو 2020. ألف مبروك، وقد إيه انتوا فعلا نماذج مثالية، وطبعا بتكون دافع للشباب على أنهم يحققوا. وميار شريف نجمة التنس المصرية تتوج ببطولة شارلستون العالمية للتنس في أمريكا في إنجاز تاريخي.
وطبعا يا ندى مصر حصلت على الكثير من البطولات في سنة 2020 في مختلف الألعاب، ومن ضمنها كانت بطولة الجمهورية لألعاب القوة بالقاهرة، وكمان فوز منتخب مصر للسيدات، وكمان حصلنا على لقب مستر أولمبيا لعام 2020 أيضا. طبعا مصر قد ايه مليئه بالنماذج بصراحه المشرفه. طبعا يا نيره في بطولات مشرفه جدا جدا حصلت عليها مصر في مختلف الالعاب، وقد ايه احنا يعني عندنا نماذج رياضيه ونماذج للسيدات وللرجاله وللاطفال، يعني حاجات حلوه جدا جدا ومشرفه جدا. بس للاسف برضه يا ندى كان معانا كارثه على المستوى الصحي. فعلا حصلت يعني حوادث كتيرة جدا وكوارث، وظهر مرض العين وظهور كورونا وتحذير منظمة الصحة العالمية للمواطنين، وظهور حالات في مصر وزيادة عدد الإصابات لحد المليون، وظهور سلالة جديدة. عاوز أقولك يا نيرة إن السنة دي كانت أصعب سنة على الإطلاق، يعني أصعب سنة مرينا بيها. بس قد يا ندم هي كانت سنة صعبة، بس طبعا إحنا قدرنا نشوف فيها حاجات برضو حلوة. طبعا قدرنا إن إحنا نخرج، وقدرنا إن إحنا نحقق حاجة، وقدرنا، بس كانت سنة صعبة إن الموظفين يقعدوا في بيوتهم طبعاً، وان ما حدش يقدر يخرج لانه خايف على الستات الكبيره مثلا، خايف على اهلهم، خايف على كده. انت ما بتخرجيش عشان اهلك، مش عشان نفسك، لا عشان اهلك. انت ما بتخرجيش عشان كده، لا انت ما بتخرجيش عشان برضو السنه دي هي حرمتنا فعلا السنه دي من حاجات كتير، ومنها ان احنا نزور اهالينا، ان احنا نزور صحابنا، ونخرج طبعا كالمعتاد زي ما احنا طبعا متعودين. ناس كتيره قضت معظم اوقاتها في البيت، وناس كتيره قوي اتحرمت من، شوفي زمان كنا بنخرج نروح فين، ودلوقتي ما بنخرجش خالص. وبس هي بحلوها وبمرها، بس عدت الحمد لله. الحمد لله يا ندى. معانا مداخله استاذ احمد حسن من القليوبيه، اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضراتكم؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ والله والله حضراتكم منورين الشاشه والله. تسلم، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك والله بجد. القناه دي يعني الواحد بيحس ان هو قاعد في وطنه فعلا. ربنا يخليك يا رب. من ذوق حضرتك. من ذوق حضرتك بجد والله. ربنا يكتر من امثالكم كده، الواحد بيفرح بيكم والله بالشباب اللي لسه يعني. من ذوق حضرتك بامانه والله. يعني نتمنى لكم كل توفيق ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله، وبتزودونا بمعلومات جميله جدا والله بجد. ميرسي لحضرتك يا فندم. ميرسي والله. يعني يا ريت يا ريت يعني لو في اي جديد حضراتكم تطوروا من القناه دي، احنا بنحب القنوات المصريه جدا ان شاء الله يا فندم. طب يا استاذ احمد، بيجي على الفيسبوك برضو ممكن تكتب لنا اهدافك او اي حاجه انت محتاج انك تتكلم عنها او كده او تسمع عنها، واحنا ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله. ماشي يا ست الكل. ماشي يا ست الكل. اتفضلي يا استاذ احمد. انت شايف كورونا لها ايجابيات وسلبيات، ايه الايجابيات اللي حصلت لك في حياتك في السنه دي وايه السلبيات؟ والله حضرتك الايجابيات ان فعلا المفروض ان الواحد كان مشي على الوضع ده اللي هو بتاع التباعد الاجتماعي اساسا فعلا. يعني ايه حضرتك من زمان، يعني احنا من زمان واحنا بنتكلم في المواضيع دي ان المفروض مثلا الواحد يبقى له استعمالاته الشخصيه لوحده، يعني برضه يبقى فيه بعد اجتماعي شويه. خدت بال سعادتك؟ طب قضيت راس السنه فين يا استاذ احمد؟ لا والله انا قضيتها في البيت بصراحه، يعني كنت جاي من الشغل، كنت شغال بالنهار طول النهار وكده وروحت. ربنا مع حضرتك يا رب. شكرا شكرا لحضرتك، وشكرا على الكلام الجميل بتاع حضرتك. شكرا ليك يا فندم. تمام، خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم موضوعنا، ولا ايه رايك يا نيره؟ قد ايه الفيروس ده اثر علينا كلنا؟ طبعا يا ندى فيروس كورونا اثر علينا من نواحي كتير جدا، ومنها التعليميه والاقتصاديه وكمان الاجتماعيه طبعا والترفيهيه. طبعا اثر علينا بيتهيألي في جميع النواحي. طبعا خلينا نبدا من الناحيه التعليميه، ومنها ترتب على ذلك تاجيل الامتحانات الى بعد اجازه نصف العام. ومن الناحيه الترفيهيه عامل حاجز لكل الاسر في بيوتها. من الناحيه التعليميه برضو يا نيره، موضوع تاجيل الامتحان ده يعني اكيد في خطر كبير قوي وصله لانه ياجلوا الامتحانات كده طبعا زياده الاعداد. طبعا يعني في اعداد كتيره جدا، وفي في الجامعات، وفي المدارس، وفي كل مكان. لان انا بصراحه شايفه ان جزء من الشعب بدا ان هو تاني يستهتر
بالفيروس بالظبط. الاول لما كنا اعداد كبيره جدا ماتت حقيقي بسبب الفيروس ده حقيقي. بصي في الموجه الاولى كاننا انا برضو في الاول مش مقدرين قد ايه الفيروس صعب، لكن بعد كده بدانا ان احنا نحوط على الموضوع شويه، وان احنا لازم بقى ناخد احترازاتنا، لازم نلبس كمامه، لازم نلبس ماسك، لازم انت متخيله في الجامعه واحده عندها فيروس راحت قالت للدكتور يا دكتور انا مش هقدر اجي عشان الفيروس وكده، قال لها لا ما تخصنيش زي الطالب برضو يوسف اللي برضو نفس الحركه برضو الدكتور بتاعته عملتها معاه وتوفى طالب. وتوفى بالظبط. احنا بصراحه احنا بنطالب من هنا كل الدكاتره في الكليات ومش بس كده، في اي مكان لما يكون في حاله زي كده نتعامل معاها تمام خلاص اوكي، عشان ما نزودش الفيروس ونزود الاعداد وما ننشرش الحاجه السلبيه دي بالزبط. فعلا. ومعانا كمان يا ندى من الناحيه الترفيهيه عامل حاجز لكل الاسر في بيوتها ومنحهم من زياره الاقارب والخروج طبعا مع الصحاب والفسح طبعا والخروجات وكل ده طبعا. احنا جه يعني علينا وقت احنا ما كناش يعني بننزل خالص بالظبط، يعني زي ما كان جه علينا وقت احنا ما كناش بندخل البيت، لا جه علينا وقت ما طلعناش من البيت فعلا يا ندى. هو فعلا قد ايه اللي هو بس برده حاجه قد ايه السنه دي كانت غريبه عن كل السنين برده يا ندى، ان انت تكوني مربوطه، انت اول سنه تحسي بالحاجه دي، حاجه غريبه، حاجه انا عايزه انزل اشتري مش حاجات مش متعوده عليها. طبعا كل الشعب بالظبط، لدرجه انهم لما جم فتره قالوا ما حدش ينزل خالص، تنزلوا للضروره بس. فعلا. لا انتوا تنزلوا للضروره، ما حدش خالص ينزل. احنا بنتكلم ان احنا كشعب احنا كنا وقت ما نعوز حاجه يلا ننزل، دلوقتي انت لا ماشيه بمواعيد، يلا ننزل يلا نروح نتمشى. قد ايه دي برضو حاجه بصراحه إيه؟ يعني كانت برضو حبسه حريتنا شويه ومخلينا من الفيروس يعني لو خلاص بقى امشي طيب ونكمل. وطبعا من الجانب الاقتصادي اتعطل فيه حاجات كتير، متهيألي مفيش جانب اصلا ما تعطلش، ومنها حاجات كتير، توقف السياحه وكمان الطيران واغلب المولات التجاريه، وده كله ترتب على الاقتصاد بالسلب. ولكن على الحصاد الاجتماعي كان كبير جدا رغم جائحه كورونا واللي مش هنقدر نقول طبعا كل الاحداث فيها، ولكن هنقول على قدر الامكان. خلينا نركز في ابرزهم يا نيره. على المستوى الاجتماعي يا ندى، اكتشاف مقبرة سكارة، ودي تعتبر أكبر مقبرة في التاريخ. أنا أصلا عايزة أقولك كمان يا ندى أن أنا بحب المقابر وحاجات الفراعنة جدا جدا، بقعد أدرس كده فيه أنه قد إيه كان فيه فن فعلا والله العظيم. قد إيه أيوة قد إيه أنك تشوفي كده الحاجة أصلا نفسها. على فكرة مش الجيل بتاعنا بس، ده كلنا يعني، حتى ممكن أقولك إيه، لا الناس الكبيرة شوية اللي تقعد تتفرج، لا والله إحنا فعلا بنقعد نتفرج وتلاقي الأطفال قاعدة بتبص قد إيه فعلا حاجة مبدعة، وقد إيه أنت كمان بتبصي على عمر الحاجة قد ايه الحاجه جداً. دي لسه محتفظه بلونها، لسه محتفظه بالصلب بتاعها، طبعا دي حاجه فخر لينا كلنا طبعا يا نيره ومعانا كمان يا ندى على المستوى الاجتماعي، دخول تحيا مصر موسوعه جينيس باكبر حمله للمواد الغذائيه في العالم. الف مبروك صندوق تحيا مصر ودخول موسوعه جينيس للارقام القياسيه العالميه. ومعانا كمان يا نيره انطلاق مبادره 100 مليون صحه في عام 2020 لدعم وتشجيع المرضى لأصحاب الأمراض المزمنة طبعا على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالاتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية. طبعا دي حاجة إيجابية جدا طبعا يعني قد إيه اللي احنا عارفة اللي هو زي ما بنكون بنعمل كده نقاء للدولة بتاعتنا. أيوة من الأول والجديد، اللي هو بنشوف إيه اللي ناقص وبنعمله، سواء بقى على المستوى السياسي الاقتصادي حاجة كله مشرفة الصحي جدا كمان. ومعانا كمان يا ندى ظهر ايضا حملات كتير للتوعيه، منها اقعد في البيت وحمايه نفسك ونظافه ايدك وحملات لا للتحرش. طبعا الحملات دي بتكون ليها دور كبير يا ندى في توعيه الشعب على طبعاً. تحدي كل العقبات وعلى توعيته وفهمه للحاجه، لان طبعا احنا فئات كتير بالظبط، فانك انت تكوني عندك معلومه عندك أيوة وتنزلي وتشاركيها قد ايه فعلا بتكوني المشاركه حاجه حلوه جدا فعلا، حاجه ايجابيه قوي اللي هو يا ريت الحاجات انا عن نفسي جربتها، وقد ايه فعلا يا بنات بيكون يعني الشعب كله لما بينزل بيكون حاجه ممتعه جدا، اللي انت عندك معلومه وبتديها لغيرك وغيرك بيديها لغيرك، وده طبعا بيعم علينا كلنا بالظبط يا نيره. معانا مداخله تليفونيه، استاذ احمد من المنوفيه، اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفنا والله نتابع حضرتك يعني نتابع حضرتك على طول يعني. ميرسي لحضرتك. ميرسي لحضرتك. نتابع حضرتك في صوره صح؟ الاستاذه ساره ممكن تعالي هو الصوت بعيد بس شويه، الصوت في دوشه كده. استاذه ساره بتابع حضرتك على طول يا استاذه ساره والله.
استاذه ساره زميلتنا معانا في الفقره الثانيه ان شاء الله. اه ماشي ماشي مفيش مشكله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ احمد. ايه رايك بقى يا ندى في الحملات بتاعه التوعيه؟ لا حملات جميله جدا وعاوزين الناس انهم ينيره يجربوها ويعملوا بيها فعلا، يعني زي ما انت بتقولي انت جربتيها وعملتي بيها، لا حاجه مشرفه جدا وحاجه ايجابيه كمان، حاجه حلوه قوي بجد انك تعملي كده، لا حاجه حلوه ويا ريت باقي الشعب يعني يعمل كده، حاجه ايجابيه جدا. معانا كمان يا نيره تنفيذ 103 وحده سكنيه خلال عام 2020 من وزاره الاسكان بتكلفه ما يقرب 23 مليار جنيه، منها اسكان كل المصريين وبديل العشوائيات والاسكان المتوسط والمتميز. طبعا يا ندى احنا بنشكرهم على العمل العظيم ده قد ايه. طبعا احنا في فصل الشتاء عارفين قد ايه طبعا الشتاء بيكون قاسي على الكل. بالظبط. فقد ايه ان احنا نعمل حاجات زي دي وقد ايه ناس كتيره بتعاني جدا فعلا حقيقي الموضوع ده. وطبعا انك تشوفي طبعا ان بعد كده ما تبقي ماشيه ما تلاقيش برده حد برده ان الشتاء قاسي عليه كده وانت ماشيه وتلاقي كده كل واحد فيه، قد ايه طبعا بتكون راحه نفسيه للجميع. ومعانا كمان يا ندى تم انشاء 12 كليه ومعهد بالجامعات الحكوميه بجانب 3 جامعات اهليه و8 مجمعات تكنولوجيه وايضا التحول الرقمي لتطوير الجامعات، وده طبعا حاجة إيجابية لأنها بتأثر في المجتمع بشكل إيجابي وكمان بتزود التعليم والثقافة. حاجة جميلة جدا وطبعا بتخلينا مشرفة جدا فعلا، يعني لو كمان بتخلينا نطور من المجتمع بتاعنا قد إيه طبعا بيكون طبعا في ثقافة عندنا عالية فبنقدر إن احنا نطور منه. بالظبط يا نيره. وبرده عندنا حادثه حصلت، حادثه بنت المعادي ربنا يرحمها يا رب ويحكم على المجرمين الحادثه دول بالاعدام يا رب. انا فعلا كنت فرحانه جدا على قد ما انا برضو حزينه على اهل الشابين. ايوه بالظبط، لانهم برضو ما لهمش ذنب قوي طبعا، هي طبعا التربيه ترجع لهم. اه طبعا، بس طبعا ان حرقه قلب امهم عليهم طبعا ما بتكونش حاجه سهله. وكمان يا ندى معانا حادث ابن المستشار واللي كانت قضيه راي عام لفتره من الاعوام. وكمان برضو غضب كافة المسلمين وإطلاق حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية بعد الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من جانب صحيفة فرنسية وخاصة بعد ما دعمها الرئيس الفرنسي. طبعا يا دي كانت يعني حاجة عنصرية جدا اللي هو أيوة. وقد إيه بصراحة يعني عملت للشعب كله العالم دجة. كله ضجة اللي هو إزاي أنت رئيس وعلى خلق رئاسة وبتعمل يعني بتقدم الفعل ده، المفروض انت اللي تكون بتعاقب لما يكون نموذج عندك بيسيء طبعا للرسول. طبعا يعني احنا لسه مستمرين. بالظبط. وكمان يا ندى على مستوى العالم بقى يا ندى حصل كام حاجه كده لازم نذكرهم واولهم في مشهد نادر لم نراه بالطبع في حياتنا، هو صحن الطواف بالكعبه خالي من الطائفين والمصلين بسبب فيروس كورونا وكانما نرى نهايه العالم. طبعا ده مشهد مؤثر فينا كلنا ونسال الله لا يعود هذه الأيام. وبرضو معانا في مشهد صادم شاهدناه في بلدنا العربية لبنان وهو انفجار مرفأ بيروت والذي أدى إلى وفاة ما يقرب من 200 شخص وجرح وتشريد آلاف من سكان العاصمة اللبنانية. طبعا كان انفجار كبير جدا. وكمان يا ندى معانا ظهور حرب عالمية ثالثة بين إيران وأمريكا ومقتل جورج فليت ومظاهرات في كل أنحاء أمريكا وظهور الربيع العربي في أمريكا. بالظبط. وكمان حرائق ما يقرب من 26 مليون و78 ألف فدان من الغابات في استراليا ومما أدى إلى وفاة العديد من الحيوانات برضو وبعض من الأشخاص اللي صنفت تلك الحرائق دي من ضمن كوارث العالم ده. وكمان يا ندى معانا مقتل جورج فليت على يد الشرطة الأمريكية وأدى بسببها إلى مظاهرات في كل أنحاء أمريكا والعالم أيضا بسبب العنصرية وطبعا أغضب كثير من شعوب العالم. قد إيه كان مشهد مؤلم للإنسانية بصراحة، مش عارفة لحد إمتى هيفضل في عنصرية موجودة يا ندى. وطبعا يا نيرة حصل حالات وفاة برضو، حالات وفاة زي الشيخ الطبلاوي اللي وفاته أثرت فينا كلنا. اه طبعا يا ندى. وكان معانا برضو حاجات كتير جدا ووفيات كتير ومنها طبعا الممثلين وقد ايه طبعا كانت نماذج مؤثرة جدا فينا ومنهم طبعا رجاء اللي ثانية
رجاء الجداوي، منهم وفاة ماجدة صباحي والسلطان كابوس ونادية لطفي ومبارك وجورج سيدهم وإبراهيم نصر وحسن حسني ومحمود رضا وطبيب الغلابة، وفاة محمود ياسين ورجاء الجداوي جالها كورونا وتوفت، ووفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي ربنا يرحمهم جميعا يا رب. وطبعا يا نيرة وفاة الشيخ الطبلاوي طبعا، طبعا وفاته أثرت فينا كلنا فعلا، كانوا قد ايه ناس عظيمة ومؤثرين في جميع الأجيال. السنة دي يا جماعة كانت 365 يوم عدت، يعني فضل وستر وصحة ونعم كتير من عند ربنا. الحمد لله بجد. فيعني اللهم إني أشهدك سبحانك إنك أكرمتني وسترتني وأرحمتني وأعطيتني من فضلك الواسع وأنعمت علي بكرمك ووجودك وجزيل عطائك. فيعني بجد احنا فعلاً عايزين ننصح نصايح الناس اللي هي احنا بنقول لهم حققوا كل اللي انتوا نفسكم فيه بجد. حطوا الحاجه قدامكم، حطوا الحاجه قدامكم عشان توصلوا لها. انتوا لو ما حطيتوهاش قدامكم خلاص كده انتوا مش هتوصلوا حاجه. فيعني احنا بننصحكم بالحاجه دي طبعا، بننصحكم ان انتوا تحطوا عشان لازم لما يحطوا هدف قدامهم عشان يوصلوا ليه، لكن بالزبط. لما يكونوا ماشيين حياتهم كده عمرهم ما يوصلوا لحاجه. بالظبط، يحطوا حاجه قدامهم عشان يوصلوا لها فعلا حقيقي. وطبعا لازم نبص للنص المليان، ما نبصش بس للنص الفاضي بالزبط. عشان نعرف ان احنا نملا الجزء الفاضي. وان شاء الله 2021 تكون سنة سعيدة علينا كلنا وتحققوا فيها كل اللي انتوا ما حققتوهوش في 2020، وان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا. وتعالوا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بفقرة مختلفة وفقرة جميلة جدا، استنونا بعد الفاصل.